بمشاركة سهل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يصادق على قرار يؤكد ضرورة احترام قرارات الاتحاد الإفريقي وحق جميع الدول الأعضاء المشاركة في نشاطات واجتماعات الاتحاد. وضمن استعدادات محلية 23 نوفمبر، تواصل عملية القرعة لتحديد أماكن الإشهار وترتيب أوراق التصويت قبل تحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات هذا الخميس. شباك موحد لتسهيل ملف معالجة الاستثمار في موارد الطاقة، وجيتوني يؤكد الانتهاء من الصيغ الأولية لمراجعة قانون المحروقات منتصف العام القادم. وفي اليوم العالمي للتغذية والإرشاد الفلاحي، جهود مرافقة لخطة الحكومة في دعم كل المبادرات والاستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير. وعشية اليوم الوطني للهجرة، استحضار لمحطة حاسمة من كفاح الجالية بالمهجر، وفي النشرة شهادة لمن عايش تفاصيل الجريمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، والتي نستهلها بالتعاون الإفريقي الأوروبي، حيث افتتحت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا أشغال الدورة غير العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. أشغال الاجتماع ارتكزت على أهمية التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وتطرقت إلى المشاريع المشتركة التي من شأنها دعم تجسيد أجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063. كما صادق المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على قرار يؤكد ضرورة احترام قرارات الاتحاد الإفريقي وحق جميع الدول الأعضاء المشاركة في نشاطات واجتماعات الاتحاد. مبعوثة التلفزيون إلى أديس أبيبا إلهام عشير. في دورته غير العادية المنعقدة اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في المشاركة في القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المزمع انعقادها في أبيجان يومي 29 و30 نوفمبر المقبل. وهذا بموجب قرار اتخذه المجلس ينص على ضرورة احترام قرارات الاتحاد السابقة ذات الصلة، لا سيما القرار 942 المعتمد من طرف الدورة العادية 31 للمجلس التنفيذي المنعقدة في جويليا الماضي، والذي ينص على عقوبة الحرمان من استضافة اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكل دولة عضو تخل بمبدأ حق جميع الدول الأعضاء في المشاركة في هذه الاجتماعات. في الوقت نفسه كلف المجلس التنفيذي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بمواصلة مشاوراته الجارية من أجل إيجاد حل توافقي يقوم على احترام قرارات الاتحاد الإفريقي خلال الأيام العشرة القادمة، الحل الذي من دونه شدد المجلس التنفيذي على ضرورة تطبيق هذه العقوبة عقوبة الحرمان وتحويل مكان انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى مقر الاتحاد الإفريقي بأديس سبيبة. من مقر الاتحاد الإفريقي، إلهام عشير لتلفزيون الجزائري أديس أبيبا. وعلى هامش قمة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تحدث أمس مساهل مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، حيث تم استعراض علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد والمسائل المسجلة في أجندة الاتحاد على المديين القصير والبعيد، سيما التحضيرات الجارية للقمة الخامسة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المقررة يومي 29 و30 نوفمبر المقبل. وعلى هامش أشغال الجمعية 37 وبعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها روسيا، تحدث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مع رئيس الجمعية الوطنية بمقاطعة كيبك جاك شانيون، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل إنعاشها، كما تناول الطرفان العلاقات بين برلمانيي البلدين ودور الدبلوماسية البرلمانية في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى.
اليوم الوطني للهجرة هو يوم للحمة، يوم للانتماء، يوم مد خلاله أعضاء جاليتنا بالمهجر ذات 17 أكتوبر 61 أيديهم وأفئدتهم لأبناء بلدهم، ووضعوا أرواحهم على شفا الموت شهداء من أجل مصير مشترك وهدف أوحد، وهو تحرير الجزائر. والاستذكار تشهده اليوم سوق هراس بنشاطات وتظاهرات مخلدة يشرف عليها وزير المجاهدين الطيب زيتوني. يونس لك حلديب. يومها لم يحمل المذياع خبرا. كانت الثورة في عامها السادس، وعند حلول الليل خرج سفاح من بلد يدعي حقوق الإنسان ليطارد الغرباء ليموت موتتين من أجل الوطن ومن أجل الخبزة المرة، بعد أن هد جسمهم داء الحرية وداء الحنين إلى الوطن. نعم، حكم عليهم موريس بابو محافظ شرطة فرنسا بالموت لأنهم صاحوا ما قيمة الإنسان دون وطن ودون علم. حدث قبل 56 سنة، وأن ألقي بالعمال المهاجرين مقيدين في نهر السين. مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بدأت سلمية بأمر من جبهة التحرير الوطني، بعد صدور تعليمة تفرض حظر التجوال على جميع المسلمين الجزائريين من 8:30 مساء إلى 5:30 صباحا، مع غلق جميع المقاهي التي يملكها أو يرتادها الجزائريون، لتبرير وضع حد للهجمات على أفراد الشرطة. عقد الهزائم العسكرية على الميدان بالجزائر وعقدة نقل الثورة إلى أراضي العدو، والانتصارات المتكررة للدبلوماسية جيبيرا بالخارج وعلى طاولة المفاوضات، جعل شرطة بابون تفتح النار على المتظاهرين وانهالت عليهم ضربا بالعصي، واعتقلت الآلاف وألقت بالبعض منهم في النهر، وسقط نحو 400 شهيد في ثلثاء أسود. رغم ذلك صرح بابون قبل سنوات: لم أندم على ما فعلت، ولو كان لنفس المهمة إعادة لأعدتها. إن مثل هذه العقد النفسية، يقول المختصون، تتشكل عندما ينهزم المرء أمام التاريخ. فرنسا في ذلك التاريخ خسرت آخر معاركها وعلى أراضيها، معركة باريس. خسارة امتدت إلى انتهاك القيم الإنسانية التي طالما تغنت بها فرنسا، يقول المجاهد عبد القادر بن عمر الذي عايش الأحداث واسترجع مع سمية مزوار جانبا منها. عبد القادر بن عمر واحد من بين آلاف الجزائريين الذين عاشوا وعايشوا أحداث 17 أكتوبر 61 900 وألف، يوم قرر الجزائريون المقيمون بفرنسا كسر جدار الصمت ليخرجوا في مظاهرات سلمية مطالبين برفع حظر التجوال عنهم واستقلال الجزائر. لكن تحولت هذه المظاهرات السلمية إلى جريمة ضد الإنسانية. انطلقنا بالله أكبر، أكبر سلاح وقوى سلاح، ودزينا احنا فينا يعني كل 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 في دائره مع مسؤول. انا كان معي في دائره معايا جماعه راحوا على راس المظاهره، اخرين في وسط المظاهره، اخرين بجنب المظاهره، اخرين من القياده في اخر المظاهره. انا كنت نذكر في وسط المظاهره، انا اول في دائره معايا بالموت ما بيلات. كنا في وسط المظاهره وانطلقنا، عندما كبرنا وعقبنا قلت لك القوات تاع هتلر رجعها دوغول، وإحنا ما قدش رجعنا بلا بام بلون بالشكل في الأبيض سامبلومون، لكن كبرنا تكبيرة واحدة كانت لحمة جزائرية واتفاق جزائري وأخوة جزائرية وكل الوطنية الثابتة. وقتها كان عمره لا يتجاوز 20 ربيعا، ولا تزال ذاكرته تحتفظ جيدا بفظاعة ما ارتكبته فرنسا ذلك اليوم في حق المتظاهرين، فألقت بالعشرات في نهر السان وقتلت المئات وأصابت الآلاف واعتقلت عشرات الآلاف. المظاهرة كان فيها 120,000 ليبوك في الوقت هذاك، وقت اللي انا كنت سليباتير توراني في قريب 70 واحد، كنت واحد. شوف قدوش العدد لو كانوا يكونوا هكا رانا ملايين. واجتزنا الجدران تاع الجيش تاعهم وتاع القوات تاعهم اللي طحطح. وقبل ما نمشي الحوصلة تحب تسقسينا عنها بعد، والا نقول لكم الحوصلة 300 شهيد في نهج واحد. وحنا فينا اللي بان هذا واحد صاحبي منا مات بكرطوش والاخر مات، وانا ما صدمنيش الرفال. يعني حي على قيد الحياة. 300 شهيد والسجناء 40,000 سجين. شهادات حية لا تزال تؤرخ لهذا المنعطف الهام من الثورة الجزائرية.
وبالمناسبة دائما نظمت أمس جمعية مشعل الشهيد بمنتدى المجاهد ضمن منتدى الذاكرة ندوة حول اليوم الوطني للهجرة، تطرقت إلى مظاهرات 17 أكتوبر ودور شبكة جونسون في مساندة جبهة التحرير الوطني خارج الجزائر وخاصة في فرنسا. برلمانيا استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أمس بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. لوح أكد بالمناسبة أن مشروع القانون يندرج في إطار تجسيد الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور، مضيفا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء، ومستشهدا بالإنجازات المحققة على غرار قانون الإجراءات الجزائية وإخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات وعصرنة القطاع وتمكين النيابة من تحريك الدعاوى القضائية العمومية تلقائيا. استعدادا لمحلية 23 نوفمبر، دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشكيلات السياسية من أحزاب وتحالفات التي تم قبول ملفات ترشح قوائمها نهائيا للانتخابات المحلية، دعتهم إلى المشاركة في عملية القرعة المتعلقة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات المقررة الخميس المقبل حسب ما أورده أمس بيان لهذه الهيئة، فيما تتواصل عملية القرعة لتحديد فضاءات نشر الترشيحات وترتيب أوراق التصويت على مستوى ولاية الوطن. المزيد من التفاصيل مع حورية جرجر. تحسبا للانتخابات البلدية والولائية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم، تتواصل عمليات القرعة على مستوى ولاية الوطن بهدف تعيين أماكن إشهار الترشيحات وترتيب أوراق التصويت الخاصة بالانتخابات المحلية. بحضور أعضاء اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات والقضاة والمجتمع المدني وممثلي الأحزاب ومترشحين الأحرار، تمت اليوم عملية القرعة بالجزائر العاصمة. احنا بدينا بالمجلس الشعبي الولائي اللي فيها 15 قائمة، كملناها ورانا دخلنا في البلديات. دروك درنا 2 مقاطعات 3 مقاطعات ورانا داخلين باش نكملوا المقاطعات 10 اللي باقين. رانا اليوم نحضروا في القرعة الخاصة بالترقيم بالنسبة ليوم الانتخاب على الطاولات، وكذلك بالنسبة للإشهار يعني في الملصقات. نشوفوا العملية تجري في ظروف حسنة، والشيء اللي نتمناه هو أن هذه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أنها تكون في يوم الاقتراع بنفس الجد. العملية جرت عادية، أحزاب ممثلي أحزاب حاضرين، وكل واحد راه يتبع في العمليه. العمليه جرت بكل شفافيه بطرق عاديه جدا. وبمدينه قسنطينه اشرفت اللجنه الولائيه لمراقبه الانتخابات على اختيار ارقام الاشهار الخاصه بالعمليه الانتخابيه. المداومه شرعت في التحضير للحمله الانتخابيه، واول تحضير هو فيما يخص القرعه، فيما يخص إشهار الترشيحات بالنسبة للأحزاب المقبولة نهائيا، وكذلك الأمر بالنسبة لترتيب أوراق التصويت يوم الانتخاب. نفس الأجواء عاشتها ولاية بشار بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار. راعينا في ذلك الشفافية والعدل والمساواة، وبحضور ممثلي الأحزاب وكذلك وسائل الإعلام ومديرية التنظيم، وقد جرت القرعة في شفافية. وبمحطة القرعة تكون الانتخابات البلدية والولائية قد بلغت مرحلة متقدمة من التحضير. وفي النشاط الحزبي، أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن الحزب سيشارك في المحليات القادمة عبر كل المجالس الشعبية والولائية والبلدية، وهذا خلال إشرافه على اجتماع لرؤساء قوائم المجالس الولائية ومتصدري قوائم المجالس البلدية للعاصمة. دلال بوطبة.
في أول لقاء تقييمي له برؤوس قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، الأمين العام للأفلان يصف عملية اختيار القوائم بالصعبة والتي وصلت الانسداد أحيانا لتفرز نتائج مرضية يتواجد بها الأفلان عبر كافة التراب الوطني بمعايير رعة التجديد في مترشحين 65% منهم جامعيون و 40% من فئة الشباب. الحالة النظامية ما كانش لها يعني قوة اللي تسمح لنا باش نواجه الانتخابات لو ما قمنا بعمل جواري مع كل المحافظات وكل القسمات. من ضمن 55,000 مترشح كان لازم الاختيار، وصلنا إلى 39,000. لهذا غير ممكن، وهذا يدل على القوة نتاع الحزب كأول قوة سياسية في البلاد والمحبة للحزب. وعملنا في إطار الدستور الجديد، الدستور الجديد اللي السيد رئيس الجمهورية بادر به ولح علينا بتوصيات. التوصيات هي الرجوع للشعب، الرجوع للقاعدة، الرجوع للمناضلين، كفاية من المعاملات القديمة نتاع فلان يعين فلان وفلان يعين فلان. أسئلة الصحافة ركزت على الاحتجاجات التي سجلت ضد بعض القوائم وما أشيع حول ممارسات للمحاباة والمال السياسي، ليرد ولد عباس بأنه لم يتعرض لأي ضغط وبأن اختيار القوائم كان من قبل كافة القيادة السياسية. الحزب، المكتب السياسي، باللجنة المركزية هو اللي نظم هذه الانتخابات، هو اللي شرف على الانتخابات، هو اللي اختار المترشحين. احنا موجودين ب 48 مجلس شعبي ولائي مترشح في البلديات، في 1541 بلدية باستثناء خمس بلديات موجودين في كامل البلديات. الأمين العام للأفلان أعلن أيضا عن تأجيل انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب إلى بعد الانتخابات المحلية. وبالمناسبة رفع متصدرو قوائم الأفلان لائحة مساندة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وخلال ندوة تاريخية نظمها حزب جبهة المستقبل أمس إحياء لليوم الوطني للهجرة، أوضح المجاهد محمد غفير أن الجزائريين المقيمين بالخارج سيما بفرنسا كان لهم دور كبير في المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي حتى قبل اندلاع ثورة الفتح نوفمبر 1954. أشرف أمس وزير الطاقة مصطفى جيتوني على انطلاق أبواب مفتوحة حول تدشين موارد المحروقات والتي نظمتها سلطة ضبط المحروقات، وذلك بحضور خبراء جزائريين وأجانب. سهيل حريري عفوا. تحوز الجزائر على أملاك منجمية تتجاوز 1.5 مليون كيلومتر مربع واحتياطي هام من الموارد التقليدية وغير التقليدية، لكن نسبة الاستغلال لا تتعدى 30%. ومع تزايد الاكتشافات المحققة تسعى الجزائر إلى تشجيع الاستثمار في هذه الموارد خاصة المحروقات من خلال مراجعة قانون المحروقات للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة. الباب المفتوح اللي درناها اليوم هذه ما جاتش غير هكا، هذه 3 سنين والنفط يتشاوروا مع هاد الشركات الاجنبيات باش يعرفوا ما هما المشاكل اللي عندهم في ميدان البترول، وهذوك المشاكل هما اللي غادي يسمحوا لنا باش نشوفوا القانون تاع المحروقات. هاد المشاكل ما يبقاوش وما يزيدوش يكونوا. درنا جيد لهاد المستثمرين باش يعرف واش تيجيب في البدايه هاد المشاكل اللي يليق ما يكونوش هما اللي قضاو على الاستثمار في الجزائر. ودرنا انكيشي شباك واحد اللي يهضر مع الموحد اللي يتكلم مع هاد الشركات.
هذه الأبواب المفتوحة شهدت حضور أكثر من 30 شركة تمثل 25 بلدا تهتم بالاستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر. وفي مجال الطاقة البديلة، نظمت الغرفة التجارية الجزائرية الألمانية لقاء حول استعمال الطاقة المتجددة والخضراء في مجال البناء والحلول البديلة للتقليل من تبذير الطاقة. اللقاء يهدف إلى تعزيز فرص الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، وقد سمح بعرض تجربة الألمانية في الانتقال الطاقوي، حيث ستنظم جلسات ثنائية بين المستثمرين على مدار اليومين القادمين. استقبل أمس وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة الرومانية مسؤول الصناعة والدفاع ريديون، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الصناعي وتعزيز الشراكة بين البلدين. فيما شكل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر ورومانيا محور لقاء وزير التجارة محمد بن مرادي بكاتب الدولة الروماني ريديون. سررت كثيرا لحفاوة الاستقبال والمحادثات التي أجريتها مع السلطات الجزائرية. عملنا كثيرا من أجل هذه المهمة التي أعتبرها ناجحة جدا لما تمخض عنها من مبادرات يمكن استغلالها لتطوير الشراكة بين البلدين. اليوم أيضا علمت معالي الوزير عن الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني بدعم الإنتاج الوطني وببحث فرص التصدير خارج المحروقات. إذا اتفقنا على البقاء في التشاور، وربما تكون وفود من رجال أعمال جزائريين يروحوا لرومانيا ورومانيين يجوا للجزائر باش نشوفوا فرص الاستثمار ونكثفوا من التعاون الجزائري الروماني. خلصت أشغال الجلسة الأولى للجان المشتركة الجزائرية النيجيرية لمتابعة اتفاقية السياحة والصناعة التقليدية، خلصت إلى توقيع اتفاقيات بإشراف وزير القطاع حسن مرموري ونظيره النيجيري أحمد بوتو، تقديم وضع برنامج تنفيذي لاتفاقيات التعاون الثنائية السابقة المتمحورة أساسا حول التكوين وتبادل التجارب. قررنا اليوم في إطار التعاون الثنائي في مجال الصناعة التقليدية بالانتقال إلى السرعة القصوى في مجال الشراكة الثنائية وتجسيد الاتفاقيات السابقة على أرض الواقع لصالح حرفي ومهني البلدين بغية ترقية قطاع السياحة والصناعات التقليدية في كل من الجزائر والنيجر. واليوم بعد الاتفاقية نستطيع أن نقول أنه عندنا برنامج عمل واقعي وحقيقي فيه خطوات محددة في الزمن ومستمرة إن شاء الله، استمرار العلاقات الجيدة بين البلدين واللي هي في تطور وتحسن مستمر، والحقيقة ستسمح لشريحة معتبرة من الفاعلين في الميدان السياحي والحرفي أنهم يشاركوا ويقدموا مساهماتهم ويستفيدوا في إطار هذه الاتفاقية التي تم إمضائها اليوم، ولا سيما فيما يخص التكوين وترقية السياحة والصناعات التقليدية. في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي، رست أمس بميناء الجزائر المجموعة البحرية الأولى للنيتو في توقف يدوم 4 أيام يتم خلالها استقبال وفد من المجموعات البحرية من قبل رئيس أركان قيادة القوات البحرية، وستنفذ كل من سفن المجموعة البحرية الأولى للنيتو ووحدتين عائمتين من قواتنا البحرية تمارين للمنع البحري باساكس. في قطاع السكن، وعلى هامش تسليم جائزة رئيس الجمهورية الخاصة بالمهندسين المعماريين، أعلن وزير القطاع عبد الواحد تمار عن تمديد أجل تسوية البنايات غير المكتملة إلى نهاية أوت 2019، وهذا استجابة لانشغالات المسؤولين المحليين المعنيين بتطبيق أحكام القانون 15/08 الصادر في جويلية 2008. رباح مداوي.
ليس هناك ملف أعقد وأثقل كملف العقار، بدليل هذه المهلة الرابعة بثلاث سنوات التي تمنحها السلطات العمومية لأصحاب البنايات غير المكتملة والمعنية بأحكام القانون 0815 الصادر في 20 جويلية 2008، والذي ينص على المطابقة وإتمام البناية خصوصا الواجهة الخارجية منها. المهلة تنتهي في أوت 2019. إن الصورة التي تعكسها مدننا وقرنا اليوم هي في صميم انشغالاتنا، لهذا أضحت مسألة إكمال البنايات من الأولويات، إذ أننا حظينا بموافقة الحكومة على تمديد أجال الإطار التنظيمي لقانون تسوية البنايات غير المكتملة 15/08 إلى غاية سنة 2019 في انتظار عرضه للتصويت أمام البرلمان بغرفته. فكلنا مطالبون وبالخصوص عائلة المهندسين المعماريين لوضع حد لهذه الوضعية الغير لائقة. مليون بناية تقريبا معنية بأمر التسوية بأكثر من إدارة، بدءا بمكاتب الدراسات مرورا بالبلدية والدائرة وانتهاء بأملاك الدولة والوكالة العقارية. المسار الشاق ومكلف، والنتيجة التسوية تسير ببطء. لا كونفورميتي لازم لها لاكت دو بروبريتي وهي مشكله هكذا، ما فهمناش واش طلبوا. احنا واش نطلبوا؟ يزربوا لنا، ما يحبسونا، هذه يقولوا رانا نحاربوا في البيروقراطيه، بصح انا نشوف راهم غير يزيدوا يسجعوا فيها، راهي وين راح تزيد الاخر ملف انت اللي يقعد 4 سنين 5 سنين باه يزيد يقول لك جيب لي ملف واحد اخر، روح جيب الارشيتكت، روح هكذا، وهي ما فارياش. 2012 درت الدوسي وجاو لعندي لهنايا وما قالوا واش، قالوا واش جيب الدوسي، واش جيب الدوسي عند الارشيتكت، جا لهنا الارشيتكت هو صاير الوضعيه وصور الدار. كملت ورحت لهم قلت لهم هاوليك كل حتى الدوسي، يعني ما فيهاش، ما جاوبوكش، ما جاوبونيش. واشنو الدوسي وعندهم طولوا. التسوية مثل ما هي مطروحة في شكلها الراهن تحتاج إلى تحيين، ولما لا إلى شباك وحيد، فكثرة المتدخلين في ملف شائك كالعقار يعقد الوضع ولا يحله. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أمس من مستغانم على ترقية وتنويع المنتوج الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وهذا لدى إشرافه على انطلاق الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للتغذية واليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بحضور عدد من الوزراء. مراد مزور. ضرورة استثمار العلوم والتكنولوجيات الحديثة رهان كبير لتطوير قطاع الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، مما سيسمح بخلق مناصب عمل جديدة من شأنها تثبيت الساكنة في أراضيهم. هذا جانب مما تم التأكيد عليه بمستغانم خلال فعاليات الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للتغذية وكذا اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، حيث تم التطرق إلى تجربة بلادنا في هذا المجال. ما تم إنجازه في قطاع الزراعة والنتائج التي وصلنا إليها اليوم في قطاع الزراعة أقل ما يمكن أن نقوله، ولا أبالغ فيه، أنها ثورة حقيقية أدرت على الجزائر بالخيرات من حيث المنتوج الفلاحي. أيها السيدات والسادة، إن السياسة المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية طبقاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية بكل أبعادها. فضلاً عن ذلك، ومن أجل حماية أحسن للموارد البيولوجية التي تشكل أساس فلاحتنا، وضعت وزارتنا إطار قانونيا يترجم من خلال القانون رقم 1407 المتعلق بالموارد البيولوجية، الذي يحدد كيفيات الحصول عليها وحفظها وصونها وكذلك تداولها ونقلها وتثمينها. ودعما للسواعد المتميزة محليا في قطاع الفلاحة، تم توزيع عدد من شهادات الاستحقاق الممنوحة من قبل المنظمة الدولية للتغذية، حيث أشاد ممثلها بالدور الفعال الذي تقوم به الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التعاون الجاد والمثمر. L'Algérie reste fidèle à ses convictions et la coopération avec la FAO traduit clairement cette volonté de se tenir aux côtés de l'Afrique et de relever de nombreux défis, celui de la lutte contre la faim,
certes, mais également le défi de l'introduction de nouvelles technologies dans la gestion et la promotion de l'agriculture. وبالمناسبة تم تنظيم معرض للمنتوجات والآليات الفلاحية والذي كان محطة لإمضاء اتفاقية بين قطاع الصيد البحري ومديرية النشاط الاجتماعي سيتم بموجبها تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال خياطة الشباك وإدماجهم في عالم الشغل كما تفقد الوفد عدة مستثمرات ناجحة أين أكد وزير الفلاحة على ضرورة مضاعفة الجهود تماشيا مع خصوصيات ولاية مستغانم في إطار محاربة التهريب والجريمات المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأول بكل من بشار وتمرست مهربين وحجزت كمية هامة من المواد الغذائية والوقود وأجهزة ومعدات كما أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك بكل من تلمسان وهران بشار وورقلة 4 تجار مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج ومركبات سياحية وأقراصا مهلوسة وكمية من التبغ بالوادي ووهران ومن جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش وحراس الحدود بكل من تلمسان وعين صالح وغردايا وورقلة 30 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة من جهتها تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع مفرزة للجيش من توقيف 8 أشخاص ينشطون ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية كما حجزت 55,000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات ومبالغ مالية و5 سيارات دوليا وفي شان الفلسطيني أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط لقوات الاحتلال الإسرائيلي هذا وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان وطفلا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة أعلنت القوات العراقية استعادة السيطرة على مبنى محافظة كركوك وعلى عدد من المواقع الحيوية جنوب المحافظة منها مطار كركوك العسكري وحقول النفط وشركة نفط الشمال دون قتال مع قوات البشمركة الكردية كما سيطرت على أقدم قاعدة جوية عسكرية لكركوك كانت خاضعة لسيطرة قوات البشمركة الكردية طلبت دمشق بخروج القوات التركية من أراضيها على الفور دون شروط أولية مؤكدة أن توغلها بالرقة إلى جانب جبهة النصرة شمال غرب البلاد يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية وهذا خلال مؤتمر صحفي بسان بيترسبورغ ميدانيا تمكنت قوات الجيش السوري من تحرير مدينة الميادين في محافظة دير الزور شرق سوريا من قبضة ما يسمى بتنظيم داعش فيما تواصل قوات الجيش السوري تقدمها محاصرة بقايا التنظيم في دير الزور حيث تمكنت من تحقيق تقدم جديد وإغلاق الممر الواصل بين ريفي دير الزور الشرقي والشمالي الغربي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات دعا رئيس إقليم كاتالونيا كارلوس بودغمان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى بدء الحوار والبحث عن حل سياسي للأزمة السياسية التي تعيشها منطقة كاتالونيا واقترح مهلة لمدة 2 شهر من أجل التفاوض والتوصل إلى حل للأزمة رئيس إقليم كاتالونيا ترك غموضا حول الاستقلال والحكومة الإسبانية تمنحه مهلة إلى غاية يوم الخميس المقبل للإعلان عن القرار النهائي أسفرت موجة الحرائق التي تشهدها البرتغال وإسبانيا عن مقتل 35 شخصا على الأقل وعشرات الجرحى منهم في حالة خطرة جراء حرائق الغابات المشتعلة منذ أيام وتعتبر منطقة غاليسيا الإسبانية الأكثر تضررا بسبب هذه الحرائق التي تجتاح المنطقة فيما يحاول 3,000 رجل إطفاء إخماد زيادة من 145 حريقا لا تزال مشتعلة لحد الآن في الرياضة وعبر قنوات التلفزيون الجزائري يمكنكم متابعة لقاء أولمبي المدية شباب الوزداد على قناة الجيغي على الساعة 4 مساء ويمكنكم أيضا متابعة مولودية وهران مولودية الجزائر مباشرة على القناة الأرضية والقناة 4 عند تمام 5 لقاء شباب قسنطينة وفاق سطيف عبر الجزائرية 3 على الساعة 6:45
في الملكة الصغيرة أسدل الستار أمس ببسكرة على فعاليات البطولة العربية التاسعة للأندية بإجراء المرحلة الأخيرة بسباق على الطريق تميز بتألق دراجي المجمع البترولي المتابعة لعمر جمعي. السباق جرى على مسافة 160 كيلومتر، الانطلاقة كانت من ساحة الحرية ببسكرة مرورا بالوطايا وصولا إلى القنطرة ثم العودة على مشارف مدينة طولقة إلى نقطة الانطلاق وسط مسلك سهل، ما جعل معدل السرعة يفوق في بعض الأحيان 50 كيلومتر في الساعة، رتم أثر على بعض الدراجين فيما استغله الآخرون لفرض منطقهم منذ البداية. فبعد 25 كيلومتر مجموعة صغيرة متكونة من 8 دراجين التداول على قيادة السباق مكنهم من تعميق الفارق عن المطاردين إلى أكثر من دقيقتين ونصف. الفارق بقي على حاله إلى غاية مدخل مدينة القنطرة أين بدأ يدوب من كيلومتر لآخر بعدما قاد حمزة ياسين مجموعة مطاردة أين تمكنت من الدخول على المجموعة الأولى في حدود ولاية بسكرة. هنا حاول كل دراج فرض رتمه إلى غاية خط الوصول ليباغت حمزة ياسين الجميع في النهاية ويحسم اللقب لصالحه قاطعا المسافة في 3 ساعات 54 دقيقة و12 ثانية. كان سباق شوية صعب، مع الأول كنا درنا سباق متهدئ، فبعد 80 كيلومتر بدينا نخدمو باسكو حنا كنا ناقصين شوية ديال البرومي كورس تاعنا من ديبي سيزون. فيما عاد اللقب حسب الفرق إلى المجمع الرياضي النفطي. ونبقى في الرياضة دائما ولكن ببعد سياحي، فعلى هامش البطولة العربية للدراجات ببسكرة نظم المشرفون على هذه الطبعة جولة سياحية للمشاركين لتعريفهم بمختلف المعالم التي تسخر بها الولاية. ياسين بخناف. بعد يومين من التنافس على الألقاب والميداليات خرجت الوفود المشاركة في البطولة العربية في رحلة سياحية للتعرف على مدينة بسكرة المعروفة بمناظرها الخلابة وموروثها الثقافي والتاريخي. عقبة بن نافع أول مرة أعرف أنه هنا، والمسجد التاريخي دوت أول مرة أعرف أنه موجود في الجزائر. Je suis quand même impressionné, c'est la première fois que je vais dans une mosquée par exemple. Je viens de France. Et puis donc oui, toute l'histoire avec les Romains, etc., les musulmans, donc oui, c'est respect, c'est impressionnant et puis respectable. نفتخر باسم ناديك جاي نشارك بهذه البطولة الكبيرة ونفتخر بهذه التاريخ الإسلامي الكبير موجود بالجزائر ومرتاحين، كلش مرتاحين جايين أول مرة نزور هذا المنطقة. هي إذن فسحة ثقافية تاريخية سياحية استحسنها كثيرا المشاركون في هذه البطولة العربية. ونختم النشرة بليلة الثالثة للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية والتي تميزت بالتنوع الموسيقي، وحضرها وزير الثقافة عز الدين مهوبي، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وجمهور عاشق للروائع الكلاسيكية. وعن التلفزيون يوسف طافر. الرباعي التركي سيوتشيلو قدم مزيجا من الموسيقى التركية التقليدية والكلاسيكية. الأوركسترا السيمفونية غازر سالون أبدعت بشتراوس وموزار. وختام الرحيق كان مع المايسترو التونسي حافظ مجني بالأوركسترا السيمفونية التونسية التي قدمت موسيقى روائع الأفلام السينمائية الكبيرة، فكانت ليلة الإبداع والتميز. مختلف شوية، هذاك علاش اخترنا انه يكون عرض تظهر فيه الأوركسترا وتظهر فيه الصورة كذلك نتاع المقتطفات من الأفلام اللي شفناهم تربينا عليهم وضحكنا معاهم وغيرهم. من الرائع المشاركة في هذا المهرجان الناجح، خاصة في هذا الصرح الأوبيرالي الكبير.
طبعا أنا جد سعيدة بوجودي في هذا المهرجان، حقيقة أحس أنني في بيتي. ليالي المهرجان رحلة حقيقية إلى عوالم الرنات والنوتات. وبالموسيقى الكلاسيكية نطوي أوراقنا، شكرا لكم على المتابعة، ليلة سعيدة، إلى اللقاء. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقرار في الوضعية الجوية شاهدناه خلال نهار اليوم، ودائما ضمن تيارات جنوبية غربية عملت على ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة على كافة المناطق الشمالية، في انتظار أن يلتحق هذا الاضطراب الجوي تدريجيا خلال ليلة الغد في بداية الأمر نحو المناطق الشمالية الغربية، ليواصل طريقه نحو المناطق الوسطى فالشرقية خلال يومي الأربعاء والخميس إن شاء الله. في انتظار ذلك بالنسبة ليوم الغد بحول الله تبقى الأجواء مشمسة تماما، هذا بعد انقشاع الضباب الذي سيسود خلال الصبيحة السواحل وحتى على المرتفعات الداخلية. بعد الظهيرة في أواخر يوم الغد ستلتحق سحب من النوع العالي في بداية الأمر لتعلن عن قدوم هذا الاضطراب الجوي، ضمن تيارات جنوبية غربية ستتغيم أو تتغشى السماء تدريجيا على كافة المناطق الشمالية الغربية وحتى على مناطق الجنوب الغربي، كما ستتشكل سحب بدون فعالية هذا على المرتفعات الشرقية، والسحب أو موسمية دائما تنتشر من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهجار والتاسيلي، نظرا أيضا لهبوب رياح معتدلة ستعمل على تطاير الرمال بكل من شمال الصحراء منطقة الواحات وأيضا الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوغار والتاسيلي. 4 درجات فقط ستسجل خلال ليلة اليوم بباتنا، 8 بقسنطينة، 6 بجلفة، 7 بالبيض، من 15 إلى 16 بالسواحل، 13 بشمال الصحراء، 16 أيضا بتمن راس جانات، بني عباس وتندوف، تصل إلى 20 درجة بوسط الصحراء والواحد وعشرون بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد بحول الله الحرارة القصوى تبقى على العموم تقارب المعدل الفصلي، مقاييس ما بين 29 درجة على كافة السواحل، 30 درجة بتيزي وزو تلمسان، 31 بغليزان، 26 بقسنطينة، 22 درجة فقط كأدنى مقياس بباتنا، 24 بالبيض، 27 درجة بغردايا، 28 ببشار، تقرب 33 ببني عباس، تندوف في لغاية أضرار المنيعة، 30 بورقلة، حسي مسعود، 8 راس تواجنات، وأخيرا 37 درجة على مقياس بكل من برج وجه مختار وعين كزدان. البحر خلال يوم الغد بحول الله يكون قليل الاضطراب هذا على كافة السواحل، رياح من ضعيفة إلى معتدلة على العموم، تكون متغيرة الاتجاهات بالسواحل الغربية تتحول إلى جنوبية غربية، تكون شمالية شرقية نحو سواحل الوسطى أو جنوبية شرقية عفوا وشمالية شرقية نحو سواحل الشرقية. أما عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون بإذن الله في حدود الساعة 6 صباحا و57 دقيقة. شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فندق رويال وهران. السلام عليكم، أنا أحمد أحييكم. ضيفي هذا المساء على ما بيننا من صداقة ومعرفة، فاجأني كيف استطاع أن يمشي بعيدا في طريق تحقيق أحلامه، في طريق المحافظة على إرث والده. ضيفي هذا المساء بداية البداية بعيون سفيان مقني.
لا يرتبط طموح الإنسان بمستواه الاجتماعي والتعليمي، بل هو ملك مشاع لكل من يريد الخوض فيه والاستزادة منه. طموح مجيد عبد اللاوي نما في أرض خصبة مسقية بالجهد والعرق والإرادة والجدية. ابن عائلة الفلاحين في بلدة ولاد ميمون بتلمسان آمن بوجود البركة في النهوض المبكر، وشهد أن الرزق في الكتاب مسطر ما دام في الزراعة وتربية المواشي قد استمر وعمر. أن ترتبط بمسقط رأسك وتستثمر في بلدتك الجزء الأكبر من مالك، وأن يكون ما تملكه مستخلصاً من مجهودك دون قرض من المصارف والبنوك، هو ما يحتاجه المجتمع وحتى الوطن بكامله من أغنيائه ورجال أعماله. فهذه التجارب الملهمة هي التي تقول لمن يريد بوطننا الخير إن البلد في وجود مثل هؤلاء لا تزال بخير. مجيد مرحبا بك. الله يسلمك سي احمد. اهلا وسهلا. شكرا لك. وهلا. الله يسلمك. شعور متبادل اخي الكريم. انا اكن لك موده وصداقه واحترام كبير ولا اخفي هذا على الساده المشاهدين. الله يسلمك خويا. مجيد، انت من منطقه تقع ما بين العباس وتلمسان ولاد ميمون. ولاد ميمون. كلمني شويه على ولاد ميمون ومن بعد نحكي حكايه مجيد. دائره ولاد بلديه ولاد ميمون، دائره ولاد ميمون تبعد حوالي 28 كيلومتر على ولايه تلمسان. في قديم الزمان في كانت تسمى بألطافا، في وقت الاستعمار كانت لاموريسيال، وفي الاستقلال سموها ولاد ميمون. هي طابع فلاحي في غالب على التجارة في المنطقة في ولاد ميمون، خاصة كاين بزاف فلاحين اللي عندهم أشجار الكرز، معروفة بزاف ولاد ميمون بالكرز، عندها إقبال كبير في موسم الكرز من جميع الولايات. تشوف كامل لي ماتريكيل من الجزائر يجيو. دي معلومة مهمة، راه يقول لك الزبير. دي معلومة مهمة. يجيو لولاد ميمون، لأنه حنا نتكلموا يعني نتكلم بصفة عامة على دائرة ولاد ميمون، لأنه دائرة ولاد ميمون تابعين لها ثلاث بلديات، بلدية ولاد ميمون، بلدية الواد الأخضر، وبلدية بني سميل. هذه البلديات في ثلاثة فيهم فاكهة الكرز بقوة. حوالي نسمة؟ ولاد ميمون بين 40-45 ألف نسمة. ممتاز. هو دعني أقول للسادة المشاهدين أني حضرت معك طاقم الإعداد، حضر معك عديد أسئلة، لكن عمرنا ما تكلمنا على ولاد ميمون، وفاجأتني في معرفتك بألقابها تاريخيا وكذا. أكيد الإنسان كي يكون في منطقة لازم يطلع للتاريخها. للأسف مش دائما، وهذا يسعدنا، لأنه العلاقة بالمكان هي العلاقة بالصح بالحقيقة. أنت حتى أضع السادة المشاهدين في صورة، أنت ضيفي لأنك قررت أن تستثمر وأنت مستثمر شاب، أتمنى لك كل التوفيق. حطني في مشروعك، مجال عملك، وبعد نمشي في الحكاية. مشروعي الآن عندي مزرعة تحتوي على 80 بقرة حلوب. الله يبارك. وعندي مصنع لإنتاج الحليب ومشتقات الحليب، كل من اللبن والزبدة والقشدة الطرية، وإن شاء الله كاين غادي نوسعوا إن شاء الله المشروع تاعنا في قريب العاجل إن شاء الله. أنت صغير أستاذ مجيد، عذرا على كلمة صغير، يعني أنا أقصد صغير في السن، يعني كبير بمكانتك. أنت مواليد 77. نعم. بينما العديد في سنك أكبر منك وأصغر منك ما زالوا للأسف الشديد الآن يركبوا في بواخر ويروحوا، يقول لك نحرق، ويقول لك شعارهم يكوني الدود ويكوني الحوت ويكوني الشدود، وما نسمعه للأسف الشديد من أنه بالضرورة الضفة الأخرى. أجمل أنت قررت أنك شاب وراك هنا وراك ناجح وراك تخدم لله. عندك تخدم أكثر شحال من عدد العمال اللي عندك؟ بين 30 حتى 35. الله يبارك يا أستاذ. كيف أصبحت هذا المجيد الموجود أمامي الآن اللي عنده أكثر من 80 بقرة وعنده 30 عامل، يعني 30 عائلة كلها تقتات من عندك؟ من أنت ومن أين جئت؟ تحكي لي شوية عن العائلة البسيطة. العائلة أنا زدت من مواليد 30 جويلية 1977 بولاد ميمون، ترعرعت في قرية مرباح بلدية بني سميل دائرة ولاد ميمون. كنت نسكن بعيد على القرية حوالي كيلومتر ونصف. عائلة بسيطة، كان الوالد تاعي ربي يرحمه كان سائق جرار، وكانوا عندنا زوج بقرات ماكسيموم، زوج بقرات سمعتني نشربوا منهم الحليب. من بعد قريت في القرية هذيك، قريت في مدرسة عيساوي عكاشة في الابتدائي. انتم عدد افرادكم تسعة؟ تسعة تبارك الله. ترتيبك السابع؟
الترتيب السابع. الترتيب السابع كيفاش تكون مكانته في العائلة؟ مكانتي كانت في العائلة كنا ماكل كبير باش نلتفت إليك بزاف ولا لك الأخير كي تدلل بزاف؟ كنا شوف سي أحمد خاصة في العائلة نتاعنا لأنه الوالدة كنت الوالدة توفات في 1979 يعني كانت في عمري حوالي 18 إلى 19 يعني شهر ما كانتش عندنا تمييز بين الصغير والكبير بين الأكبر في السن ولا الصغير المدلل كنا سواسية في المعاملة في واليتم يعني اللي خلى وهذاك اليتم الحق ساعدنا باش تكون علاقة وطيدة بين الإخوة والأخوات إلى يومنا هذا كبرنا في 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 قرية مرباح حتى فوت البكالوريا قبل في الطفولة في الثانوي كنت حاس باليتم هذا حاس إنه العائلة الوالدة ما كانش أكيد تمني التفاصيل الإنسانية البسيطة التفاصيل الإنسانية إنك أنت الوالدة خلتك في عمرك حوالي 18 شهر 18 كنت بدأت تقرأ في سنة أولى سنة ثانية الوالدة كي توفت في 1979 كان أكبرنا سنا أخي الأكبر الحاج يوسف كان يفوت في شهادة التعليم الابتدائي نعم سيزيام خلتنا فراغ كبير لكن هذاك الفراغ الحق عوضناه بالعلاقات اللي كانت بيناتنا وكان يرجع الشرف ويرجع الفضل الكبير للوالد تاعي الله يرحمه والجدة تاعي الله يرحمها اللي كي توفت الوالدة تاعنا خيرت باش تكبر تقعد معنا ما تروحش لبلاصه واحده اخرى عند باسكو الوالد تاعي الله يرحمه تبارك الله عنده ثاني هو ست خاوته راك شايف الوالده كي تكون كبيره الجده كي تكون كبيره كل واحد يحوس يستحوذ عليها باش يدي دعوه الخير هي قررت باش تعيش معنا في نفس المنزل ممتاز. وكان لها الفضل باش الان قريت في العادي في السنه الابتدائي تاعك في القريه في القريه في قريه مربح مربح ثم انتقلت الى التعليم المتوسط في دائره ولاد ميمون في مؤسسه محمد خربوش كنت تابع للنظام الداخلي كنت تابع للنظام الداخلي مده 3 سنوات ماذا حدث في البكالوريا في البكالوريا صراحه انا كانت بالنسبه لي شهاده البكالوريا صدمه كان اي سنه قريت الباك 1904 سنه دراسيه 1994 95 ما جبتوش نعم كنت قريت الفصل الاول نعود. عاودت ولكن كان عندي طموح اكبر من صراحه مع اني راهي باقيه في خاطري بزاف اللي ما ديتش الباك لانه كان عائق ليا في بعض الامور اللي الانسان كي العلم والعمل كيكونوا مرتبطين مع بعضهم بعض يكون انجاز عظيم ممتاز لكن ولكن ايضا يمكن الانسان يمكن ان يدير حياته ان يكون عندك طموح بمستوى دراسي محدود لكن يكون عندك طموح انت طموحاتك كانت مهنيه اكثر منها علميه مهنيه كنت تلميذ نخدم مليح في النجيب يعني النجيب نعم قريت بدليل كنت علمي يعني ما كنت علمي قريت الفصل الاول والفصل الثاني كنت مرضت بمرض كانت عندي مشكل في المعده تاعي ومع النظام الداخلي راك شايف الاكل في النظام الداخلي كنت درت مرضي لو طون تاع واحد الشهرين ولا ومن بعد رجعت كملت السنه هذه الدراسيه هذيك وكيف فوت الباك للاسف ما قدرتش انا اي ما الذي بعد انك قررت في ذهنك انك بكالوريا خلاص انا طريق اخر اللي هو طريق مهني يولد مجيد جديد احكي لنا عليه في الطريق المهني كي خسرت الباك العام تاعي الاول دائما احنا الموسم تاع الصيف تاع العطله الصيفيه ما كان لا بحر لا ما كان والو عندك كي دير الفاكونس تاعك تروح تدخل الفيرما تلبس كومبينيزون تاعك وتحل بالبقرات مع انه البحر ماهوش بعيد عليك مع انه البحر ماهوش بعيد عليا سمعني عندنا قانون ساري المفعول في العائله تاعنا كومبلي في هذاك الوقت كانوا احنا بالنسبه لنا كي كنا صغار كنا نحسوا روحنا باللي راهم والدينا راهم حارميننا لكن صراحه سي احمد كي كبرنا عرفنا باللي هذيك احسن طريقه ماشي لازم تكون شويه تاع انه البحر مازال هنا ولكن المهنه اللي راحت المهنه اللي راحت الشخصيه اللي كانت تبني ولدك شخصيه قويه وتكون فات الحال صح كي عاودت الباك من بعد قريت من الدخول المدرسي لغايه اول نوفمبر شهر سبتمبر شهر كي دينا العطله نتاع اول نوفمبر في هذاك الاسبوع كنت نخمم قلت انا ما نزيدش نقرا لازم نروح نخدم كان عندي طموح عائلي اكثر من انه شخصي
كنت دائما متعلق بالحياه اللي عشناها في اليوتم وفي الغبينه، والوالد تاعنا كان مغبون علينا، يبات يجري مسكين، ينوض 4 تاع الصباح يدخل في الليل خاطرش ما نشوفوش كلش. كنت نحوس بطريقه او باخرى نخرج العائله بالتعاون مع خاوتي من هذا القوقعه. بغيت تلعب دور بطوله. دور بطولي